الآية نزلت في المسلمين أم في المشركين؟ في المشركين طبعا. يا أحمق، هذه ليست سورة في القرآن وهذه ليست آية. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله سماحة الشيخ أحمد. الله يحفظكم ويرعاكم يا عزيزي. أحببت أخذ من وقت جنابكم نصف دقيقة. تفضلوا. يا شيخ، أليست إمامة الإمام علي سلام الله عليه مذكورة في القرآن؟ نعم. إذن حينما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حسبنا كتاب الله، إذن لم يخطئ، لأن كتاب الله مذكور في إمامة علي، لماذا تنكرون هذا القول على عمر بن الخطاب؟ عليه اللعنة. عمر بن الخطاب شفت ابن دينك؟ الصحاق ليس ابن الخطاب. طيب شفت دينك؟ أنا ممكن أقول لك لعنة الله على نرجس ولعنة، لكن أنا مش هسبك. بس شفت دينك إما تحشرت في الإلزام ثبت الصحابة زي أحمد تقي الخطيب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجبني، مش أنت لسه؟ طيب ماذا صنع في التدين؟ ماذا صنع في العقيدة الإسلامية؟ صنع يا عمر؟ اقول لي ماذا صنع؟ قصر دلع الزهراء ولا قصر نفوخة؟ حينما قصر دلع الزهراء أين كان زوجها؟ النبي أمره يقول قال له سيب بنتك تنضرب؟ نحتسبها عند الله، ضلع الزهراء وغير ضلع. طيب دلوقتي حينما قال عمر حسبنا كتاب الله، أليس صحيح لأن الإمامة مذكورة في كتاب الله؟ ولكن يا حبيبي، ولكن يا مولاي، ولكن يا حبيبي، أنه القرآن صريح، القرآن صريح، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آية التطهير. سماحة الشيخ أحمد، ممكن أقول لحضرتك كلمة؟ صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا شيخ، ما جاء في سورة المزدلفة إن الذين كفروا سيدخلون جهنم خالدين فيها بما كانوا يكفرون، هذه الآية نزلت في المسلمين أم في المشركين؟ في المشركين طبعا. يا أحمق، هذه ليست سورة في القرآن وهذه ليست آية. عرفت يا أحمق؟ اتفضحت وبتسب سيدة عمر. ما في سورة اسمها المزدلفة وما في آية تقول هذا الكلام، وأنا سجلت لك وسيد كلهم في النار. نعم نعم، طلع بقى الخبث اللي عندك. تم التسجيل يا أحمد الخطيب، وانتظر التسجيل على اليوتيوب، انتظر. كما رأيت يا شيعي، بلعت كذورات اتفتحت، بس حبيت أعطي درس. دوت اللي بيسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يعلم أسامي سور القرآن. هذا الأحمق الذي يسب عمر بن الخطاب ويلعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يعلم أسامي سور القرآن، فقط يعلم ماذا؟ يعلم تكفير الصحابة ولعنهم، ويقول لك الصحابة كلهم في النار كما أنت سمعت الآن. وما زال عوام الشيعة يتبعون هؤلاء الحمقى. يا شيعي، أفك من أيدي هؤلاء الزنادقة. ده خطيب في بغداد، خطيب حوزوي ودارس في الحوزة، وبهذه الأخلاق السيئة وبهذه المعلومات الضالة. حينما ألزمناه بأن عمر رضي الله عنه لم يخطئ، إن قال حسبنا كتاب الله حينما قال هذه الكلمة، وألزمناه من كتبه، كما رأيتم الآن ماذا فعل؟ لعن وجاهل أسامي سور القرآن. كان معكم الزنديق الفاسد أحمد تقي الخطيب، والله ما تقي بل هو فاسد.